زار رئيس الأركان سعيد جنجريحة مصانع تصنيع المركبات المدرعة فوج 2 في عين السمارة ومدرعة النمير بخشلة في 11 فبراير. ساعدت هذه الزيارات في إلقاء الضوء على بعض التفاصيل الفنية المثيرة للاهتمام المتعلقة بجودة البناء ودرجة التكامل في كلتا الحالتين. فهذه خطوة التصنيع مع استيراد ألواح الصلب الخام وقطعها بالليزر ثم تجميع الأجزاء وتثبيتها. يتم استيراد بعض المكونات الهيدروليكية والكهربائية والإلكترونية فقط، أما الباقي بما في ذلك المحرك يتم تصنيعه في الجزائر. نكتشف بفضل الصور أن فوج مصنوعة من اللوحة الفولاذية المضادة للصواريخ البالستية سيكيور M400. اعتمادا على المناطق المراد حمايتها، يعد الفولاذ الآمن سيكيور M أحد أفضل السبائك المضادة للانفجار والرصاص في العالم، وقد تم تصنيعه في ألمانيا بواسطة شركة تيسيب كروب. صنع النمر من فولاذ أرموكس T500 من السويد صاب، والذي يعتبر أصلب فولاذ في العالم. كما شهدت موديلات جديدة في مرحلة ما قبل الإنتاج في مصنع النمر في خشلة. كما قامت الجزائر بتكييف كورنيت مع العديد من الهياكل الأخرى محليا مثل لاند روفر ديفندر و AML90 و BTR60، بالإضافة إلى اعتمادها على BMP1 و2 على الطاقم بيريزوك الروسي.